حنسال وبرع الفروض الفروق الفردية، ويعني كل من يعني من المانج من أسرة الكتاب كنا يعني من أسرة الكتاب، يعني فيش إشي طلع من برا الكتاب. يعني يوم امتحان الحمد لله تمام، وأغلب الأسئلة من الكتاب، يعني في شوية صعوبة ولحتى الآن الأمور طيبة، وإن شاء الله قدام يكون له كمان هيك كل امتحانات زيها. والله كان الامتحان سهل يعني الحمد لله، وكان تقريبا كله يعني من الكتاب من أسئلة الكتاب، ما كانش في إشي خارجي وما جابش من أنشطة الدرس، وكان تقريبا ثلاث ارباع من الفصل الاول، بس الحمد لله كان سهل. كان الامتحان وسط، لا هو صعب ولا هو سهل، وانه بتمنى تكون الامتحانات الجايه تكون كلها سهله يا رب. اليوم قدمنا امتحان تاريخ، الامتحان هو كان فيه اسئله صعبه واسئله سهله، بس ان شاء الله ربنا يوفقنا وينجحنا في الامتحانات الجايه. هلا شوف الامتحانات اللي قبل كلها سهله تمام، ما فيش فيها شيء، اما الامتحان اليوم اللي دارس بينجح تمام. يعني هو عادي بس شوي صعب ومعقد، بده وقت وبده حل، بده حل طويل، وانا ما حليتش لانه بده وقت عن جد وبده حل، يعني لانه كله التاريخ مشابه واسئله كتير فيه، فمش عارف ايش بدك تحل، بتنسى كتير بتنسى اساسا. والامتحانات اللي جايه ان شاء الله عادي سهله. انا الحمد لله انه كان اليوم امتحان، يعني كانت اسئلته مباشره وكان الامتحان سهل، يعني ما في كان في اي نسبه صعوبه، يعني مثلا مش زي ما بتخيلوا ان كنا نتخيل الصبح انه ممكن الامتحان يكون اسئلته فيها لف ودوران، ولكن لا الحمد لله انه كان الامتحان يعني سهل والاسئله مباشره، وان شاء الله بنامل انه يكون باقي الامتحانات تكون نفسه يكون سهله وتكون واضحه لكل الطالب. Oh.